والضعف فيا فيا أصيل، وأنت رب رب قوي، والضعف فيا فيا أصيل، وأنت رب رب قوي، الكل يفنى يفنى ويغلى، الكل يفنى يفنى ويغلى، وأنت وحدك وحدك حي، وأنت وحدك حي يا يوسف. حقيقة في هذا الحال والواقع والمقام ليس هنالك أحد دفع ثمنا باهظا أكثر من تلك الأم التي فقدت أطفالها، ومن ذلك الأب الشيخ معتز الذي فقد أطفاله وأبناءه، ومن تلك الأم الثكلة التي فقدت كل من حولها. فحقيقة هؤلاء الذين دفعوا هذا الثمن الباهظ كما تفضلت أم يوسف، فليكونوا على يقين بأن هنالك العوض القادم. كذلك الأسير شيخ معتز يوسف الذي دفع ثمن أيامه وساعاته والسنين عمره قضاها في وراء تلك القضبان التي أسأل الله أن يفك قيدهم، هؤلاء دفعوا ثمنا باهظا، لا بد أن يكون هنالك عوض، وهذا ما نحسن الظن به بالله سبحانه وتعالى. يأتي معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف الثمن الباهظ وتفاصيله. يأتي معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله سبحانه وتعالى الجنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعدد له: الصلاة كذا، والجهاد ذروة سنامه، وكذا وكذا. آخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم يوصل رسالة إلى معاذ الصحابي الجليل، قال: يا معاذ ألا أدلك على ملاك كل ذلك، يعني الملك الخير كليات ذكرت لك إياه من الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من الجهاد في سبيل الله؟ قال: بلى يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. الشاهد هون إلى الخسارة الحقيقية والثمن الباهظ. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى معاذ، ومعاذ متعجب يقول: هذا كل الخير يا رسول الله هون؟ قال له: لأنه في ثمن باهظ بدك تدفعه بعد هون. قال له: يا رسول الله أنا مؤاخذ بما نتكلم به، يعني بنمزح مرات، يعني هل ندفع ثمنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هم الناس بيدفعوا الثمن الباهظ يوم القيامة إلا من وراء هذه الأمور اللي شايفينها بسيطة، هاي الكلمات هذه العبارات اللي احنا نستهين فيها، هاي ايش جزائها؟ ثمن باهظ يكبونه في النار على وجوههم. حتى المشاعر شيخ حامد، حتى المشاعر لها ثمن باهظ. تخيل حتى لو انا شعرت بحقد على فلان راح ادفع الثمن، راح يكون الثمن غالي. يكفي انه قلبي راح يشغل بغير الله، راح احرم من كل النفحات الايمانيه. واليوم احنا مش دائما ليش احنا فيش عنا خشوع، ليش احنا فيش عنا ركاء؟ لانك انت اشغلت قلبك بغير باشياء انت ملكت. حتى الحسد له ثمن، انه ربنا بيعطي الحاسد وبحرمك وبتروح كل حسناتك كانها يعني حرقت حرق. الانماط القلبيه كلها ندفع اثمانها، العقوق ندفع ثمنه في الدنيا قبل الاخره. ايضا علاقتي مع الناس بدفع اثمانها. صديقي له ثمن، انا لازم يعني ما اخونه المجالس بالامانه، احفظ غيبته، ما اطعنه، يعني في اشياء احنا لازم ندفع ثمنها غالي لحتى انها تدوم. قديش الاهالي دفعوا ثمن في تربيه الاولاد؟ خلينا نحكي عن الام. الام في شهر رمضان بتطبخ وبتعبد وبيجوا كل اهل البيت بيقعدوا على السفره، طب ما هي دفعت ثمن غالي. صح، دفعت ثمن الوقت ليل ونهار، التهت عن العباده مع انها هي في عباده باذن الله تعالى. من في الاب قديش بيدفع اثمان باهظه لحتى يشوف اولاده في احسن صوره.